يخص الزمالك، الرجاء موجود، الرجاء وصل خلاص مصر بالفعل، وهيبتدي يستعد لمباراة الأربع القادم اللي كلنا فيها خلف نادي الزمالك، وبنقول يا رب الزمالك يكسب. حتى لو أهلوية عايزين الماتش بأهلي وزمالك، والزملكاوية عايزين الماتش بأهلي وزمالك. دي لقطات وإنسرتات وصول فريق الرجاء لمطار القاهرة. ده وصول فريق الرجاء، لقطات خاصة جدا جدا لينا. طبعا فرقة الرجاء، المدير الفني تصريحاته كبيرة، ده اللواء علاء مقلي ده كان في انتظار فريق الرجاء استقبال أكثر من رائع، موجودين في بلدهم الثاني، شرفونا نورونا فوق دماغنا، استقبال حافل جدا، إقامة سعيدة جدا، وإن شاء الله يا رب نتمنى فوز الزمالك، ده موضوع آخر تماما. ولكن كمان استقبال الرجاء للزمالك هناك كان استقبال أكثر من رائع، وده المشهد دايما اللي احنا نتمنى نشوفه في الكرة المصرية. اجتماع النهاردة جمع المستشار مرتضى منصور بفريق كرة القدم لمدة 20 دقيقة، وكان حديث النهاردة مع اللاعبين، ثم اللاعبين الحقيقة قادرين ان هم يقفلوا على نفسهم بكل الأزمات، بكل المشاكل أو بكل الأزمات اللي تعرض ليها فريق نادي الزمالك، زي رحيل المدير الفني، بعض الإصابات، الفريق قادر ان هو يعزل نفسه، وبإذن الله بإذن الله الأربع القادم نادي الزمالك ينتزع الانتصار والفوز، وينتزع الوصول إلى المباراة النهائية. ده هدفنا، ده التارجت بتاعنا، ده الحلم بتاعنا. اوعوا تنسوا الحلم، اوعوا تنسوا دايما ان احنا بنحلم مع بعض. انا بقف دايما في الحتة دي وبحلم معاكم واقول لكم حلمنا ان الدوري يرجع، حلمنا ان الدوري يكمل، حلمنا ان الاهلي والزمالك يبقوا موجودين في المباراة النهائية. الحلم الاولاني اتحقق، نص الحلم الثاني اتحقق، فاضل الزمالك يوصل المباراة النهائية ويبقى ده الحلم كامل، وتبقى كده انتصرت الكرة المصرية في ظروف صعبة جدا جدا جدا، ولكن راحت الكرة المصرية في منطقة أخرى تماما. مع كل احترامنا للرجاء المغربي، لفريق الوداد، للشعب المغربي اللي أدوا الحقيقة بشكل رائع في ظروف أيضا رائعة، ولكن وجود الأهلي والزمالك في المباراة النهائية حاجة الحقيقة لينا كبيرة ومهمة جدا. تبقى الرياضة وتبقى الكورة في النهاية هي لغة تقدم وتقارب الشعوب. شفتوا استقبال الشعب المغربي للأهلي والزمالك، وشوفوا استقبالنا للشعب المغربي، دي حلاوة كرة القدم. يفوز من يفوز، احنا نتمنى الأهلي هم يتمنوا الرجاء، احنا نتمنى الزمالك هم يتمنوا الوداد، كل واحد يتمنى اللي يتمناه، ولكن في الآخر احنا واحد، وهي دي رسالة الرياضة.